برينتفورد، كريستال بالاس، الدور الانجليزي الممتاز، لو برومي ليغ شاهدنا كيفاش كانت الشوط الاول وين برينتفورد وكريستال بالاس، وانتهى الشوط الاول بصفر لصفر. الشوط الثاني شاهدنا ايراز، يعني وين شاهدنا وين سجل الهدف الاول في الدقيقه، ايراز اللي سجل الهدف الاول في الدقيقه 69. يعني نقولوا باللي الشوط الاول اللي انتهى مباراه الذهاب اللي انتهت بهدف لهدف، شاهدنا مباراه العوده للشوط الاول اللي انتهى 0-0. الشوط الثاني وين شاهدنا هدف ايراز الذي سجل الهدف في الدقيقه 69، يعني رغم ان نقولوا باللي برينتفورد اللي كان مسيطر في المباراه، يعني 54% نقولوا 54% نسبه استحواذ، هذه الارقام، لكن الاهداف النتيجه تقلب كلش. وين نقولوا باللي 54% نسبه استحواذ، 346 يعني تمريره، شاهدنا وين زوج ركنيات لصالح برينتفورد. كريستال بالاس عندهم 5 ركنيات، شاهدنا 46% نسبه استحواذ، 248 تمريره لكريستال بالاس. شاهدنا كريستال بالاس وين نقولوا باللي الحارس في سماتين يعني في الحراسة، كالين يعني يوكام، مارك كيراك، سلوب، عندنا ميشيل أوليس، يعني الشيخ دوكالي، ألبرت جوردان، أيو جون فيليب، ويندوخول يعني إيراز اللي دخل في الدقيقة 64 وأمضى الهدف، يعني دخل في بلاصة ألبرت وين سجل الهدف في الدقيقة 69. شاهدنا وين نقولوا دافيد ري في الحراسة تاع برينتفورد، شنا ارون هايكي، شنا ايثان، شنا بن ماي رايكو، ماسيس، كريستيان بن يعني وين يون ويس، باريان وايفان توني دخول، شنا رغم ذلك دخول في تيلي كين لويس، شنا مايكل، شنا كيفن شياد، لكن بدون جدوى امام نادي، يعني وين نقولوا باللي حتى 82 دقيقة وين كانت النتيجة في صالح كريستال بالاس، يعني كانت المباراة كانت قوية. هذه هي واش عندنا كيفاش انتهت المباراة. عندنا فيتلي وين عدل النتيجة في الوقت البدل الضائع لصالح برينتفورد، يعني وين الجولة 24 وين انتهت يعني بهدف لهدف، يعني بين برينتفورد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز للبريمي ليج. بلا ما تنساو عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد. بلا ما تمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي، صحيتكم.